مشاهدي ومتابعي تونس الرقمية تنزيل الهريك اليوم الثلاثاء قبل نهار الفطر المبارك. هذه الأجواء الحركية مباشرة من مدينة غرومبيليا. فريزة على 5000، ثم البصاع زاد بدا يتوفر. البصاع 6000، هاو البنان زاد 13 دينار، البنان على 13 دينار. الأسوان في مرشي غرومبيليا قبل نهار من عيد الفطر المبارك. في البطاطا على 14 لمية، الجلبانة 3000، عندنا طماطم 3000، طماطم على 3000، اي فلفل على 3.5، بصل بصل على 15 لمية، والبسباس على 2000. طيحت الرقاب وطيحت المحرز، شو الخيط شوي. معناتها بعد العيد تصور تنقص كل شيء، الفلفل مش ينقص اقل من الشطر، ما اقل من الشطر، البطاطا نفس العمليه، فهمت علي؟ خاطر مش تطيح الربعيه تو، اما الفلفل والطماطم مش يهبطوا جمله.